سيدي المطر سيمحي الآثار. هيا إذن أسرعوا أسرعوا. سيدي إنهم يختبئون في المغارة. لا تؤاخذنا إن أزعجنا نومك أيها الجاسوس. هل أيقظناك؟ هيا تكلم، أخبرني من هو الرجل الذي يوصل الأخبار للسلطان. تكلم تكلم، ماذا تنتظر؟ هيا تكلم. أنتظر الشهادة أيها الملعون. حاكم فاسيليوس، كانا شخصين، الآخر هرب. كما توقعت تماما، الهارب سيحضر رجل السلطان حتى أقدامنا. اذهبوا أحضر المزيد من الجنود، سوف ننصب لهم فخا هنا، سيأتون إلينا.